التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة حنني قلب أمك على آدم يا فيفي، ده مهما كان نورتنا كلنا. امشي. سعد جالي المحل وقال لي رجع لك الدبلة دي، كان فاكر إني عارفة إنك فسخت الخطوبة. يا نصيبتي، أنت فسختي. أستاذك كان فاهم، بما إننا عيلة يبقى لازم عارفين. أنت لسه بتحبي هشام شرف؟ رشا، لو واقف قدام باب البيت، لو جوه افتحي لو سمحتي. لما واحد يقول لواحدة إن هو بيحبها وهي توافق وتنبسط ويبقى يومهم ما فيهوش غير بعض، ده في قاموس الدنيا كلها اسمه علاقة. فلما العلاقة دي ما تنتهيش من الطرفين بشكل واضح، ويروح هو يعرف واحدة تانية ويبقى يومهم ما فيهوش غيرها هي، يبقى دي اسمها خيانة. انتوا الاثنين اوسخ من بعض. اطلع بره. اطلع بره. مش عاوز اعرف حد فيكم تاني، مش عاوز اعرف حد في عيلتكم تاني. اطلع بره. مش احنا اتفقنا ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ يا بسيمه ما تبقيش غبيه، ده مش بيت، ده اوتيل، وكل سكان الاوتيل ده يعملوا اللي هم عايزينه ومن دماغهم كمان، وانا كمان هعمل اللي انا عايزاه واللي يبسطني، وملعون ابو اي حد تاني. بيشوفوني معاه اكتر ما بيشوفوني معاك. نتغدى هنا يوم ونتعشى هنا يوم، ودونا عن اي حد هو قرر ان هو يشاركك انت، بيعمل لك كل حاجه انت نفسك فيها في الشغل. تفتكر فعلا ان هما مش هيشكوا ان في حاجه ما بيني وما بينه؟ لسه عايز تتجوزني؟ انت بتسالي؟ انا موافقه، وفي أقرب وقت كمان، لأن مبقاش يفرق معايا أي حد. مالكو؟ آدم عايز يتكلم معاكي في موضوع مهم. تكذبيش،
انجي جايباني النهارده عشان نحكي لك على موضوع مهم. ايه الاوفر ده؟ ايه الموضوع المهم؟ ماما قررت تتجوز. نعم. انتي كنت عارفة؟ ايوه. وهي كانت نيتها ان هي هتمهد لك، بس حصل موضوع ادم فما عرفتش. يعني تقدري تقولي كده من الاخر، يعني اختفائي هو اللي خلاها ما تقولكيش، وظهوري هو اللي خلاها تقرر. مستحيل الاتنين فيا. وانتوا طبعا انتوا الاتنين موافقين. انتي كمان هتقولي لما تهزي بس من الخضه اللي انت فيها دلوقتي وتفكري كده بس بالعقل، هتكتشفي ان هي على فكره كمان تستحق ان هي تبقى سعيده، وتستحق ان يبقى في وناس في حياتها، عشان كل واحد فينا بقى عنده حياته. تعرفي هو مين؟ لا، ما انا عندي ذكاء كفايه اني اعرف هو مين من غير ما انت تقول يا ادم. انا ماشي. لا يوسف، ما ينفعش دلوقتي، عشان كل ما يتقفل حوار بيتفتح حوار تاني زيه بالظبط، زي موضوع ماما انا لسه قايله لك اهو. مش متعصبة بس يوسف، ممكن بليز تكلمني في وقت تاني وانت فاضي؟ باي. مالك؟ مطبق بس من امبارح. مطبق ولا جالك خبر معاك لنك؟ خبر ايه؟ انت شكله ما حدش قال لك لسه. ماما وعبد السلام قرروا انهم هيجوزوا. مبروك، الف الف مبروك. خليهم بس يبلغوني امتى عشان نعمل حسابنا نبقى موجودين. وانت ليه ما بترديش على كلماتي ولا رسائل اللي انا بعتها لك؟ ها؟ زيزي سابتني. سابتني ومشيت. سابتني بسببك. عرفت ان احنا لسه مع بعض. ونفذت تهديدها ومشيت. كمان هترميني بعد ما دمرت حياتي؟ أنا عايزها ترجع. أنا عايزها ترجع لي حالا. روح لها. مش هترجع. لا هترجع. أنت لو روحت لها كده هي هتصدقك، عشان هي أكتر واحدة فاهمك. هتسامحك عشان هتكون متأكدة ان انت مش كذاب. يلا يلا روح لها.
طب خلص اللي بتعملوه تعالي على طول. برضه مش هينفع. ايه بقولك قافله على نفسي الباب وخايفه اطلع الاقي لسه واقف. انا فاهم. لا انت اكيد مش فاهم. بقولك انا خايفه اطلع بره الاقي لسه واقف ومفيش حد تاني اكلمه دلوقتي غيرك. روح على بيت اهلك. ايه انت محتاجه تطمني وانا مش هعرف اطمنك لان انا نفسي بقيت خايف. يمكن لما ترجعي بيت اهلك هم يعرفوا يعملوا كده. انا اسف. ايه تمام اوكي يلا باي باي. مبروك يا عروسه. اشمعنى ده الخبر اللي ما استخباش؟ زعلانه انهم قالوا لي. هزعل ليه؟ بسركم كلكم تعرفوا. حددتوا ميعاد الجواز؟ لسه بس قريب. مبروك يا حبيبتي. ماما انا عارفه انك لسه زعلانه مني عشان خبيت عليكي موضوع فسخ الخطوبه. بس والله ماما ما كان قصدي حاجه. انا ما كنتش عايزه اضايقك. ما كنتش عايزه اشيلك همي فوق هم ادم. تعرفي انك غبيه جدا. غبيه عشان ما كنتش عايزه اضايقك؟ اتضايق انك شاركيني همك ولا اعرف منه انك انت فسختي الخطوبه كاني واحده غريبه مش امك. يا ماما انا نفسي ما كنتش عارفه اني رايحه افسخ الخطوبه. بالعكس انا في وسط ما بدور على فرصه واحاول الاقي حاجه تشدني ليه لقيت نفسي بقول له كل اللي جوايا. طب لما فكرتي بعدها حسيت انك ما كانش لازم تعملي كده؟ لا كان لازم اقول عشان انا حاسه كده فعلا. انا بس مش فاهمه انا ليه برضو متضايقه ومش مرتاحه بعد اللي عملته ده. فيفي خدي وقتك وفكري كويس قوي واي حاجه هتوصل لها تريحك اعمليها. ماشي بس من هنا لغايه فرحك مش مسموح لك تشيلي الهم ابدا. لا فرح ايه؟ مش هنعمل فرح. احنا بس هنظبط امورنا وبعدين هنقل. تنقلي؟ ما هي اكيد هتنقل. امال انتوا متوقعين ايه؟ ان هو اللي هيجي يعيش هنا مثلا؟ ايه فين؟ لا طبعا. وانتوا فارق معاكوا ايه انتوا الاثنين؟ هو انتوا عايشين هنا؟ ما كل واحدة فيكم قاعدة في بيت جوزها. ولا انت فاكرة عشان جيتي قعدتي كام يوم وجوزك مسافر خلاص بقيتي من أهل البيت؟ طب ما هو يمكن فعلا أحسن لو هو اللي نقل هنا. فكري فيها. احنا الاتنين هنرجع بيوتنا. أحمد يا دوب بيرجع يعني على النوم. مش هيبقى في حد موجود غيرك انت وبسيمة. لو انتوا بقى قعدتوا وشكوا في وش بعض هتقتلوا بعض إن شاء الله. موجودين ولا مش موجودين؟ ده بيت ابراهيم ابو المجد واولاده مش بيت عبد السلام ده. طيب انا دلوقتي مش فاهمه انت متضايق ليه؟ مش انت بتقول لما وديت ايه لمامتك واخواتك كانت مستريحه وهديت عن الاول؟ ايوه بس انا عايز تكون قصاد عيني عشان اكون مستريح ومطمن عليها. طب اقول لك حاجه ما تخليها تيجي تقعد معانا كده كام يوم لحد ما جوزها يرجع من السفر. مش هينفع. ليه بس؟ ايه اللي ما نفعوش؟ خليها تيجي تقعد في اوضتنا اللي فوق السطوح وانا وانت ننزل نقعد في اوضتي اللي عند عدم. مستحيل يا حبيبي. وبعدين خليها عند امها احسن. اكيد هي هتكون مستريحه وامها هتكون مستريحه اكتر. طب لما امك هتكون مستريحه وايه هتكون مستريحه، ايه بقى اللي مشايلك طاجن ستك؟ طاجن ستي؟ مش قديمه دي شويه؟ ايه ده؟ في مكان جديد فتح هنا. عمري ما كنت اتخيل ان ممكن نفتح مكان جديد واعرف عنه بالصدفه. ايه بتضحكي ليه؟ اصلك عامل زي الرقصه اللي اعتزلت ورجعت تحن لحقت الليل. حنيت يا ادم؟ يعني ايه؟ يعني حنيت لحياتك القديمه.
السهر وفيلتكم وعربيتك ولمت أهلك حواليك. عارف لو معايا فلوس كنت عزمتك هنا. خلاص المرة الجاية لما يبقى معاك فلوس ابقى عزمني. لا اخرجي فين؟ عارفة خروج زي دي؟ تاكل نص مرتبي في ساعتين. اه والله. وبعدين خروج ايه؟ انا اصلا شباب. كفايه خروج بقى. صباح الخير. تلاقيش انا بعمل ساندوتش وطالعه اوضتي. حقلق ليه؟ ساعة ما جيت وانتي مش عايزة تقعدي معايا في مكان واحد. فعلا؟ ولو اني حاسة انك انتي اللي بتهربي مني مش العكس. يبقى احنا الاتنين ما عندناش حاجة نقولها لبعض. انتي الوحيدة اللي عندي حاجة اقولها لها. صحيح انتي اتجوزتي لكن هتفضلي في عيني دايما اخ العنقود. مش مصدقة ان انتي كبرتي كده. وده اللي خلاكي ما تقوليليش. مش بس على موضوع الجواز، على علاقتكم ببعض. كنت خايفة تزعلي. مامي انا عمري ما ازعل منك. يعني انتي موافقة؟ غيرانة بس موافقة. وأنا بحبك أوي. أنا بحبك أكتر أوي. إيه الحب الحلو ده؟ برسلها في امريكا. واضح ان في وسط الدربكه والاحداث اللي حصلت نسيت اقول لهم اني اجلت المنحه ولسه ليا مكان هناك. كويس. هو انت عملت ايه في موضوع سفرك؟ اعتذرت. اعتذارك ده بشكل نهائي ورسمي ولا ممكن تبلغهم ان انت رجعت في كلامك؟ لا بس انا مش برجع في كلامي. انا طول عمري ما بصدقش في العلامات والحاجات دي، بس بصراحة لما جالي الإيميل ده حسيت إنها ممكن تبقى علامة إننا نرجع نفكر في موضوعنا من تاني. أنا كمان مش بصدق في العلامات، كنت دايماً بصدق في إحساسي، عشان كده كنت بكذب كل العلامات اللي بتقول عكس كده. كنت بكذب أي علامة بتقول إنك مش عايزة موضوعنا ده. دايما بقول لنفسي معلش انت مش متعودة، يمكن لما تاخدوا على بعض الموضوع هيختلف. كنت بقول لنفسي هي طبعها كده، هتحاسبها عشان بتتعامل معاك بطبيعتها. كنت بسكت بستحمل. ممكن استحمل اكتر من كده كمان، مش عشان انا ما عنديش كرامه، لا بالعكس، عشان كنت متخيل انك ممكن تقدري تمسكي بيكي وتفهمي لطبعك. ايوه بس انا فعلا مقدرك جدا. انا عارف، انا عارف انك ممتنه أو ليه، وعارف كمان إنك عمرك ما
بدليني نفس الشعور، وده مش شعور جوايا ولا إحساس ممكن أكذبه ولا أشكك فيه، ده كلامك اللي مقلتوش ساعة نرفزة ولا غضب عشان أسامحك وأقول ما صدتش. وبناء عليه أنا هبقى بضحك على نفسي زي ما أنت بتضحك عليها لو فكرت اللحظة إن لسه في موضوعنا اللي بتقول عليه. عموماً أنا أتمنى إن أنتي موضوع الدراسة بتاعتك يكملش زي ما أنت عايزة بالظبط، ولو محتاجة مني أي حاجة أنا تحت أمرك، حتى ممكن أكتب لك جواب توصية أو أي حاجة بعد إذنك. ساعة ما سألتيني السؤال ده آخر مرة ولا حاجة طبعا، ما حصلش حاجة. ما حسيتيش إن حد فيهم وحشك؟ وحشوني الاتنين لحد ما بيتكلموا، كأنهم بيظهروا علشان يفكروني قد إيه أنا حاطة نفسي في موقف سخيف. ولا أسخف بقى من كده كمان أنا مش عارفة أقرر هنعمل إيه. ما إحنا لازم ناخد قرار. أنا بقول لك في حاجة مش مظبطة. ممكن يبقى موضوع العروسة اللي هتتجوز، أو تكون متضايقة إنها هتتجوز قبلها. أنت مالكيش دعوة. أحمد هات 2000 جنيه. ليه استلمش شيك ولا ايه؟ شيك ايه ده عشان الافترايا؟ هنعمل قطر وكل واحد هيجيب جي. قطر؟ قطر تشاي يا حبيبي، ولازم تدفع عشان ما يطلعش عليك سمعة انك باراشوت. قطر طيب. طب انا معيش كاش، هطلع اسحب من الاي تي ام وارجع على طول. تمام. انت رايح فين يا عم؟ مش هتفطر معانا ولا ايه؟ لا هفطر بس هسحب فلوس عشان فلوس القطر. حبيبي يلا. ما كانش سعد عمل كده كان هينزل من نظر. مش هزعل طبعا، انا اصلا مش زعلانه منه حتى. اللي عمله ده كان اقل واجب يعمله بعد اللي عملته فيه. سؤال بقى، ايه اللي خلاكي تروحي له وتقولي له ندي نفسنا فرصه تانيه؟ مش عارفه، يمكن كنت خايفه بقى لوحدي، حسيت ان كل حد فيكم هيبقى عنده بيت وحياته.
بس انا كنت معاكي في البيت وما كنتش تعرفي اي حاجه عن موضوعي انا وعبد السلام. انت كنت خايفه تسافري معانا تحسي بالوحده، ما كنتش متصوره حياتك هتبقى عامله ازاي معايا. ما تفتكرش معنا دلوقتي بالذات رحت لي. يمكن لما بعدت اكتشفت انك انت حاسه بحاجه ما كنتش حاساها وانت معايا. مساء الخير. مساء ايه يا ابني؟ ده خلاص الفجر بيد. ايه ده؟ انت قلت لي مساك لغايه دلوقتي. والله انت بنت حلال. احسن. انا مش جاي نوم وعايزك في موضوع مهم، تعالى. تعالى جنبي. جيت فين يا رخبول انت؟ ما تقوم تطص وشك بشويه ميه ولا روح نام ولا شوف هتفوق ازاي. طب تطص وشي بشويه ميه ليه؟ ما انت بقول انت تفوقي بلدي يا وسيم. تعالى بص جنبي هنا عايزك، تعالى. بص. تعالى بص يا ولية ما دلعك في ايه، تعالى. لا دلوقتي بلبل هتتجوز وفيفي هتاخد جوزها والغرفه دي مش عارف رايحه فين. انت بقى موقفك ايه؟ الا هو انا قاعده فوق دماغك يا اخويا ولا ايه؟ لا بس يعني في قصور برضو، انا قاعد لوحدي وانت لوحدك في البيت وشيطان شاطر. يوه اختش يا ولا، قله الادب دي شيطان لما ركبك يا بعيد. طب بذمتك عدد الجوازات اللي حصلت في البيت ده دماغك ما لعبتش كده ولا كده؟ مفيش عريس؟ ما تقلقش عليا يا اخويا، اطمن عليك انت الاول وبعدين اشوف نفسي. ليه هو نهبة عشان اتجوز؟ الله، اللي يشوفك وانت بتتكلم كده ما يشوفكش وانت لايد ورا البت الحلوة اللي هي كان اسمها ايه؟ اني فيهم الاثنين حلوين. لا اتنين ايه؟ البت اللي حضرت خطوبة اختك انجي. الاثنين كانوا فرح انجي. يلا خلوا اشتروا وراحوا. هم راحوا سيبوني الشر هنا. الشر بره وبعيد يا حبيبي. لا يا بسيمة مش بعيد ولا حاجة، هنا. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه يا ابني بس؟ فيش حاجة، هطلع نام. انت كمان شوفي هتلاقيني ولا هتقعدي ولا انت وضعك ايه بالظبط؟ ها؟ صباح الخير. صباح النور. اخبارنا ايه النهارده؟ الحمد لله احسن بكتير، موضوع الترجيع ده واقف تماما. ما انا قلت لك في التالت احسن كل حاجه. أنا آسف يا إنجي، هو مفيش نبض، واضح إن البيبي للأسف قدر الله ما شاء فعل. بس أنا كويسة، بس أنا ما جاليش نزيف. لا هو مش لازم يحصل نزيف، إحنا لازم ندخل العمليات، هي عملية بسيطة، أنا هشوف لك المعيد حالا. أنا آسف يا إنجي للمرة التانية. ايا كان انت فين، انت لازم ترد عليا دلوقتي حالا. انا حاولت اكلمك عشان اقولك ان انا جايه الدكتور وانت ما ردتش عليا. البيبي مات وانا محتاجه جنبي دلوقتي حالا، وانت كالعاده ما ردتش. لو في حد من البيت كلمك انا قافله موبايلي، فما ما تقولهمش حاجه. في حد هيجي معاكي؟ اكلم اختي تجيلي دلوقتي.
في حاجة تحبي تسأليني عنها؟ أو تحبي إن أنا أشرح لك أي حاجة؟ عارفة إن أنا كنت قايلة لك إن أنا مش عايزة أعرف، بس هو كان ولد ولا بنت؟ مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة تمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة وخاف
بيكره وده بقى.